السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتابع درسنا وهو جزاء الإحسان. جزاء الإحسان درس القراءة. يا ريت مس نفتح صفحة 40، صفحة 40، ونكتب يا مس التاريخ على رأس الصفحة 13/10، 13/10. طيب يا مس، أول إشي يا مس خلينا نستذكر ما معنى حكينا جزاء الإحسان في الحصة السابقة. شرحنا كلمة جزاء الإحسان أي هي مساعدة الآخرين، مساعدة الآخرين، رد الجميل، الإحسان بالإحسان يا مس. أنت قدمت خدمة لزميلك، فهو يوم من الأيام رح تحتاجه، فهو رح يرد لك هذا الإحسان أو هذا الجميل. طيب يا مس، خلينا نتذكر كمان تقطيع الدرس. يلا مع بعض يا ثاني، يلا. جاء، زاء، أو. جاء، زاء، أو. ال، إح، سا، ني. ال، إح، سا، ني. فأصبح عنوان درسنا المكون من كلمتين جزاء الإحسان. جزاء الإحسان. طيب يا مس، أنا راح أقرأ الدرس، راح أقرأ لك يا مس الدرس، وتبع لي على كتابك معي. يلا. جزاء الإحسان. جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشربه. شاهدت نملة صغيرة سقطت في الماء. حملت الحمامة غصنا بمنقارها، مدت الغصن إلى النملة فتعلقت النملة به ونجت من الغرق. وفي أحد الأيام شاهدت النملة صيادا، وجه الصياد بندقيته إلى الحمامة. قالت النملة: لقد أنقذتني الحمامة، يجب أن أساعدها الآن. قرصت النملة الصياد في رجله، فانحرفت بندقية الصيد ونجت الحمامة. أحسنتم يا ثاني. مس في عنا أردد الجملتين كالعادة يا مس، إحنا نكتب الجمل على السبورة ونقرأها يا مس ومنحللهم. يلا يا مس نطلع على السبورة. أول إشي يا مس رح أقرأ أنا بالأول، طلع علي. حملت، حملت الحمامة غصنا بمنقارها. رح أعيد. حملت الحمامة غصنا بمنقارها. الجملة الثانية ركز معي. لقد، لقد، لقد أنقذتني الحمامة. لقد أنقذتني الحمامة. يلا يا ثاني، أنا رح أقرأ الجملة وأنت بتردد وراي بصوت عالي يا ثاني. حملت الحمامة غصنا بمنقارها. يلا مع بعض أشوف. أحسنتم يا ثاني. الجملة الثانية: لقد أنقذتني الحمامة. يلا نردد مع بعض بصوت عالي. أحسنتم يا ثاني، رائعين. طيب يا مس كالعادة خلينا نحلل الجملة الأولى. خلينا نحلل يا مس الجملة الأولى. يلا مع بعض. يلا. ح ح ح، وهي حكينا الحركات الفتحة والضمة والكسرة هي أقوى الحركات. يلا يا مس. ح ما ل
تي حملتي حملتي، لكن مع الوصل يا مس نصير نحكي حملت الحمامة، بعدين إن شاء الله رح نتطرق لها وناخذها. إذا هاي الكلمة الأولى حللناها. يلا الكلمة الثانية أو ال، حكينا السكون بحب الحرف اللي قبله. يلا ال ح ما ما تو، ال ح ما ما تو. خلينا يا مس نقطع كلمة غصنا، يلا مع بعض. غو اص، الاص عليها يا مس سكون، بتصير مع بعض مقطع، اسمه مقطع. غص غص نن، غص نن. خلينا نقطع كلمة كلمة بمنقارها، يلا يا ثاني. يلا ب، احسنتم، من لأن النون عليها سكون فهي ضعيفة بتحب تسكن مع الحرف اللي قبله. ب من قا لأنه حرف مد. ري ها، ب من قا ري ها. طيب خلينا يا مس يلا نحكيهم بالحركات مع بعض عشان نعرف نقرأ الجملة صح. يلا ح ما لا تي حملتي. طيب نقطع هون يا مس، ال ح ما ما تو الحمامة. غص غص نن، غص نن. نشوف هون يا مس، يلا بي من قاريها، بي من قاريها، بي من قارها، بي من قارها. إذا صارت عندي الجملة حملت الحمامة غصنا بي من قارها. طيب نقطع يا مس الجملة الثانية، يلا يا ثاني مع بعض يا شطورين. يلا لا ق، بصير اقسم الإد، اقطع الإد عن الإق. احسنتم يا ثاني، لماذا؟ لأن الإد عليها سكون وهي ضعيفة بتحب تسكن مع الحرف اللي قبله. يلا نشوفهم يا بس، ان ق ذا، انتبه ما بقطع الإد عن الإد لأنه عليها سكون. ني أن ق ذات ني. يلا نقطع هون يا مس، ال ح ما ما تو، ال ح ما ما تو الحمامة، الحمامة. طيب يا مس هدول الجملتين على دفترنا، على دفتر التدريبات، على دفتر التدريبات يا مس بنكتب الجملتين، نكتب الجملتين وبنرجع يا مس نقطعهم، نرجع يا مس نقطع الجملتين اللي هي حملت الحمامة غصنا بمنقارها، لقد أنقذتني الحمامة. طلع لقد، لقد، أنقذتني، أنقذتني، الحمامة ما تو الحمامة، الحمامة. مثل ما حكيت لك هذول الجملتين نكتبهم وبنقطعهم على دفترنا التدريبات. طيب يا مس يا ريت نفتح دفترنا النسخ
مس معاك دفتر النسخ، نفتحه يا مس علشان نكتب المعاني. نكتب يا مس المعاني على دفترنا النسخ، نكتب المعاني، معاني درس جزاء الإحسان يا مس على دفترنا. نعمل هيك مس الكلمة زي ما تعودنا، ومعناها الكلمة ومعناها. مس أنا رح أعطيك بعض الكلمات لازم يا مس نحفظهم، هذول الكلمات اللي رح ناخذهم بدنا يا مس نحفظهم، نكتبهم على دفترنا النسخ، على دفترنا النسخ، لأنه مطلوب منك يا مس واجب نسخ الدرس، نسخ درس جزاء الإحسان، ننسخه يا مس بخط جميل ومرتب وعلى الحركات. خلينا نشوف إيش هم الكلمات. طيب يا مس، لما أحكي لك حملت الحمامة غصنا بمنقارها، مدت الغصن إلى النملة فتعلقت النملة به، ما معنى تعلقت؟ أول شيء خلينا نكتب الكلمة تعلقت. تعلقت. كمان في عندي قرصت. قرصت. وأيضا انحرفت. مس هدول أنا الكلمات اللي بهموني إنك أنت يا مس تحفظهم. ما معنى تعلقت؟ تعلقت لما نحكي تعلقت النملة بالغصن، إيش يعني تعلقت يا ثاني؟ أحسنتم، أمسكت. أمسكت يعني أمسكت النملة بالغصن، أمسكت النملة بالغصن. ما معنى قرصت؟ قرصت النملة الصياد برجله، ما معنى قرصت؟ لسعت. 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 قرصت. لسعت. ما معنى انحرفت؟ لما حكينا انحرفت بندقية الصيد، ما معنى انحرفت؟ مالت. مالت. تعلقت. أمسكت. قرصت. لسعت. انحرفت. مالت. مالت. مس هدول الكلمة ومعناها نكتبها المرة الثانية على دفتر النسخ وننسخ يا مس درسنا. طيب يا مس عفوا، رح مس أرجع مرة ثانية أقرأ الدرس عشان نجاوب على الأسئلة. جزاء الإحسان. جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب، شاهدت نملة صغيرة، صغيرة التن سقطت في الماء، حملت الحمامة غصنا بمنقارها، مدت الغصن إلى النملة فتعلقت النملة به ونجت من الغرق. وفي أحد الأيام شاهدت النملة صيادا، وجه الصياد بندقيته إلى الحمامة، قالت النملة لقد أنقذتني الحمامة، يجب أن أساعدها الآن. قرصت النملة الصياد في رجله فانحرفت بندقية الصيد ونجت الحمامة. طيب مس نفتح على صفحة 38، نرجع رجوع يا مس، نفتح على صفحة 38 في عنا مس أسئلة خلينا نجاوبها. يا ريت يا مس قبل ما نجاوب نسطر مس زي ما تعودنا، نسطر عشان يكون خطنا مرتب. طيب ثاني نشوف يا مس السؤال الأول. السؤال الأول، إلى أين جاءت الحمامة؟ يا ريا الثاني أنت جاوبني، إلى أين جاءت الحمامة؟ إلى أين جاءت الحمامة يا ثاني؟ يلا أسمع. أحسنتم، جاءت الحمامة إلى نبع ماء لتشرب. إذا نكتب يا مس إجابة كاملة، جاءت
الحمامة إلى نبع ماء لتشرب. إذا هذا يمس إجابة السؤال الأول، إجابة السؤال الأول. طيب يلا خلينا يمس أسألك سؤال ثاني، ماذا مدت الحمامة إلى النملة؟ إيش مدتها يا مس؟ إحنا حكينا الحمامة ما إلها إيدين، صح؟ إذا ماذا مدت الحمامة إلى النملة؟ إيش مدتها؟ أحسنتم يا ثاني، مدت الحمامة غصنا بمنقارها. إذا نكتب يا مس عند السؤال الثاني، مدت الحمامة غصنا بمنقارها. أحسنتم يا ثاني. يلا السؤال الثالث، كيف نجت النملة من الغرق؟ كيف نجت النملة من الغرق؟ كيف يمس نجت من الغرق؟ إيش همت يمس؟ بأن مدت نفس الإشي يمس، مدت الحمامة غصنا. مدت الحمامة إيش يمس؟ غصنا علشان تنقذ مين؟ النملة. ماذا قالت النملة عندما شاهدت الصياد؟ إيش حكت له يمس؟ لما النملة شاهدت الصياد إنه وجه البندقية للصياد رح يصطاد الحمامة، إيش النملة حكت يمس؟ لقد أنقذتني الحمامة، يجب أن أساعدها الآن. إذا ترد جميل لمين؟ للحمامة. إذا أربعة لقد أنقذتني الحمامة، يجب أن أساعدها الآن. خمسة، ماذا فعلت النملة بالصياد؟ ماذا فعلت النملة بالصياد؟ طب كيف أنقذت النملة؟ كيف أنقذت الحمامة؟ شو عملت بالصياد يا مس؟ أحسنتم يا ثاني، قرصته برجله. إذا نكتب قرصت النملة الصياد برجله. أحسنتم يا ثاني، أحسنتم يا ثاني. طيب يا مس عندنا هون احنا هاي الأسئلة، خلينا نعيد مرة ثانية، نعيد مرة ثانية يا مس الأسئلة. إلى أين جاءت الحمامة؟ جاءت الحمامة إلى نبع ماء لتشرب. جاءت الحمامة إلى نبع ماء لتشرب. ماذا مدت الحمامة؟ ماذا مدت الحمامة إلى النملة؟ هي أصلاً مدتها يا مس غصناً، غصناً بمنقارها. طيب كيف نجت النملة من الغرق؟ إنه مدتها الحمامة غصن، فتعلقت، ممكن نكتب هون فتعلقت به. لهيك يا مس هي نجت. طيب ماذا قالت النملة عندما شاهدت الصياد؟ إيش حكت يا مس؟ لقد أنقذتني الحمامة، يجب أن أساعدها الآن. ماذا فعلت النملة بالصياد؟ قرصت النملة الصياد برجله. قرصت النملة الصياد برجله. مس هاي الأسئلة نكتب.
على كتابنا مس، على كتابنا صفحة 38 زي ما حكيت لك بالأول يا مس، بنسطر وبنكتب بجنب كل سطر مس الإجابة اللي عندك على السبورة. هيك يا مس أنت بس بكون معك واجب إن شاء الله. هدول يا مس الجملتين صفحة 40 على دفتر التدريبات نكتبهم يا مس ونقطعهم، نرجع نقطعهم مرة ثانية. وعندك يا مس نسخ الدرس، نسخ الدرس عندنا يا مس نسخ الدرس، وبنكتب يا مس على صفحة 38 الإجابات اللي على اللوح يا مس على صفحة 38. وهيك يا مس احنا بنكون نهينا درس القراءة بجزاء الإحسان، وإن شاء الله بكرة رح نعمل القراءة التفسيرية، يعني رح نطول الأنماط اللغوية لدرسنا ونطول القواعد اللي احنا تعلمنا منها بجزاء بدرس جزاء الإحسان. ويعطيكم ألف عافية يا ثانية.